Fascia of the thigh. They are fibrous layer that covering the thigh located beneath the skin. The fascia of the thigh composed from the following layers: superficial fascia and deep fascia. احنا طبعا من نتكلم عن الفاشيا اوف ذا ثاي هي طبقة ليفية. هاي الطبقة الليفية موجودة تحت الجلد ومن تكونت لي من التالي: متكونت لي من سوبرفيشال فاشيا اللي مأشر عليها هاي التو لايرز اللي هي اللون الاصفر واللون الازرق الفاتح، والديب فاشيا اللي اللون الاخضر متكونت لي بيها الديب فاشيا اوف ذا ثاي. فاذا احنا الديب فاشيا اوف ذا ثاي they are fibrous layer fascia of the thigh, sorry, they are fibrous layer covering the thigh located beneath the skin, composed from superficial fascia and deep fascia. The superficial fascia composed from the following layer: fatty layer. It is a continuation of the fatty layer of the abdomen that envelop the limb without interruption. يعني الفاتي layer اللي هي الجزء الأول من السوبرفيشال فيشيا هي امتداد للطبقة الشحمية التي يعني تغلف الأبدومن، تغلف البطن، وهذا الامتداد يوصل للفخذ للثاي without interruption، بدون أي انقطاع، فهي طبقة مستمرة من الثاي إلى الأبدومن without any interruption. وهذا هو فرقها عن اللاير الثانية اللي هي الممبرينس لاير. It is a continuation of that of abdomen. It is attached to the deep fascia about finger breadth below the inguinal ligament. فهي الممبرينس layer of the superficial fascia. It is an also a continuation of the membranous layer of the abdomen. But عرض أصبع finger breadth below the inguinal ligament هاي layer راح يصير بها attachment وين؟ بالديب فيشيا اوف ذا ثاي وتختفي. فما توصل تغطي لي كل الثاي مثل الفاتي لاير شلون غطى لي كل الثاي. اذا نرجع هسه لهاي الصوره باعولي على هاي اللون الاصفر. هذا اللون الاصفر يمثل لي الفاتي لاير اوف ذا سوبرفيشال فيشيا اللي ممتد من الأبدومن، طبعا هنا مقصوصة، من الأبدومن يوصل للثاي without interruption، بينما الممبرينس لاير توصل عرض أصبع below the inguinal ligament تختفي. وين راحت؟ اتحدت ويا الديب فيشيا اللي هي هذا اللون الأخضر فاختفت. فهذا هو جاي نحكي عنه عن السوبرفيشيال فيشيا of the ثاي اللي متكونة من الفاتي لاير والممبرينس لاير. نجي على الصورة الثانية. هذا اللون الأصفر هو الفاتي لاير of the superficial fascia. جاي يشوفون انه جاي تجي من الابدومين، هاي من فوق من الابدومين الى الثاي without interruption، بينما اللاير الثاني اللي باللون السمائي هذا يجي لي من الابدومين continuation of the abdomen يوصل below the inguinal ligament. هاي هي الانجوينال ليجمنت one finger breadth عرض اصبع هاي المنطقة يتحد الممبرينس لاير ويا الديب فيشيا اوف ذا ثاي اللي هي باللون الاخضر. هاي منطقة اتحاد الفايبرس لاير الممبرينس لاير سوري ويا الديب فيشيا، بينما الفاتي لاير متصلة ويا الابدومين without any interruption. الديب فيشيا، الديب فيشيا اوف ذا ثاي، it is also called فيشيا لاتي. واحنا طبعا مصطلح فيشيا لاتي سمعناها بالمحاضرات بالبدايه اللي هي الديب فيشيا اوف ذا ثاي. It is attached superiorly to the pelvis and the inguinal ligament. Attached superior to the pelvis and inguinal ligament. Laterally the fascia lata or the deep fascia of the thigh it is thickened to form the iliotibial tract. واحنا سابقا اخذنا iliotibial tract اللي هي قدنا condensation او thickening of the deep fascia that is attached from the iliac tubercle to the lateral condyle of the tibia. It has an opening بها فتحة called saphenous opening.
وهاي السافينس اوبنينج ايضا اخذناها سابقا بالمحاضرات، اللي هي النقطة اللي يدخل بيها الجريس سافينس فين ويصوب بالفيمورال فين، وراح ناخذها بالتفصيل ان شاء الله بهاي المحاضرة. الاليوتيبيال تراكت It is a lateral thickening of the fascia lata. وطبعا احنا هذا التعريف كله سامعين من بداية اخذنا المحاضرات. It is attached to the iliac tubercle above ولذلك سميناها ilio and to the lateral condyle of the tibia below. لذلك جت الكلمة الثانية tibial وصار اسمها iliotibial tract. It receives the insertion of tensor fascia lata and gluteus maximus muscle. وهاي هي صورة، هذا هو اللون الأبيض اللي هو thickening of the deep fascia of the thigh اللي احنا نسميها iliotibial tract attached superiorly. Superiorly it is attached to the iliac tubercle of the iliac crest. Inferiorly it is attached to the lateral condyle of the tibia. وطبعا هذا هو يمثل لي gluteus maximus insertion والtensor fascia lata insertion. الصورة الثانية جاي تنطينا ال anterior view of the tensor fascia lata العفو of the iliotibial tract، وهذا هو lateral view of the iliotibial tract. Saphenous opening it is a gap in the deep fascia. من اسمها فتحة gap located anteriorly below the inguinal ligament 1.5 inch أو 4 centimeter below and lateral to the pubic tubercle. طبعا احنا ما اخذيها سابقا، هذا هي السافينس اوبنينج اللي هي مثل ما تشوفون هنا هي فتحة بالديب فيشي، هذا اللون الابيض هو الديب فيشي، هذا pubic tubercle 4 centimeter below and lateral to the pubic tubercle موجودة السافينس opening. هاي السافينس opening it transmit a great saphenous vein. مثل ما تعرفون هو great saphenous vein يجي صوب بالفيمورال vein بالسافينس opening. Also it transmit يعني ينقل small branches of the femoral artery and the lymphatic vessels. وشين الليمفاتيك vessels اللي تمشي هناك اللي هي vertical group. تذكرون الليمفاتيك النودز ايش قلنا عليهن؟ قلنا عندنا الانجوينال ليمف نود، عندنا سوبرفيشال والديب. السوبرفيشال قسمناها الى vertical horizontal. الفيرتيكال it is along the great saphenous vein من يصب الفيمورال vein، والفيرتيكال او الهوريزونتال سوري parallel to the inguinal ligament. فهاي هي saphenous opening it transmit the great saphenous vein ويصب بالفيمورال vein branches from the femoral artery and lymphatic vessels. Falciform margin it is the lower border of the saphenous opening. It is anterior to the femoral vessels. يعني the lower border of the saphenous opening الجزء السفلي من عنده احنا سميناها الفالسيفورم margin. وطبعا عندنا loose connective tissue that filled the saphenous opening سميناها الكريبريفورم fascia. اذا نرجع على هاي الصورة هنا راح تلاحظون انه هاي النقطة هي الفالسيفورم مارجن. هاي هي الفالسيفورم مارجن اللي هو lower border of the saphenous opening اللي هو anterior femoral vessels، وهاي اللوز connective tissue اللون الابيض اللي filled the saphenous opening. Femoral triangle it is a triangular depression area situated in the upper medial aspect of the thigh just below the inguinal ligament. هذا هو الانجوينال ليجمنت، اذا تلاحظون شباب هذا هو الانجوينال ليجمنت
اكو منطقة خسفة على شكل مثلث بالأبر ميديال بارت أوف ذا ثاي. هذا هو الثاي، هذا هو الأبر بارت، هذا الميديال بارت. أبر ميديال بارت أوف ذا ثاي اكو عندي خسفة مثلثة سميناها الفيمورال تريانجل. فنعيد تعريفها للمرة الثانية. It is a triangular depression situated in the upper medial aspect of the thigh just below the inguinal ligament. نجي نحكي هسا على الباوندريز مالتها. Superiorly, it is bounded by the inguinal ligament. Laterally, it is bounded by sartorius muscle. طبعا احنا بعدنا ما اخذنا sartorius، من ناخذها ان شاء الله راح اذكركم باسمها، وقلت لكم احنا ذاكريها سابقا بالباوندريز اوف ذا فيمورال تراينجل. ميديالي ات از باوندد باي ذا ادكتر لونجس مسل. نجي نباوع على الصوره هاي. هاي هي الفيمورال تراينجل. سوبيريرلي هذا الاجاي اشر عليه اني هسه هو الانجوينال ليجمنت. Laterally, by the lateral border, medial border, sorry, of sartorius muscle. هاي sartorius muscle. هاي العضلة سميناها sartorius. الميديال border مالتها يمثل لي boundary. وهذا الميديال boundary اللي هو الميديال border of the adductor magnus muscle. هاي الادكتر longus, sorry, adductor longus muscle. هاي هي السارتوريوس مصل، وهذا هو الانجوينال ليجمنت اللي يمثل لي الباوندريز اوف ذا فيمورال تراينجل. الفلور، الفلور يعني الارضيه القاعيه مالت الفيمورال تراينجل. فروم لاترال تو ميديال، بشنو متكونه؟ من اليوسوس مصل، بعدنا ما ماخذيه ناخذها ان شاء الله بالمستقبل، باكتينيوس مصل and adductor longus. فإذا الادكتر longus muscle تعتبر من الباوندريز وتعتبر من الفلور بنفس الوقت. ظروف أو السقف it composed from the skin and fascia. نرجع على الصورة نفسها. هاي هي الفلور. اليوسوس أول وحدة، بكتينيوس and adductor longus muscle واللي هي بنفس الوقت تعتبر باوندري وتعتبر فلور الفيمورال تراينجل. فاذا نعيد الباوندريز. superiorly by منو؟ inguinal ligament. medially by منو؟ adductor longus muscle. laterally by منو؟ by the sartorius muscle. الفلور مالتها متكونه من الاليوسوس muscle، بكتينيوس and adductor longus مصل. الروف او السقف مالتها متكون من السكين اند الفيشيا اللي حكيناها بالبدايه اللي هي الديفيشيا والسوبرفيشال فيشيا. طبعا اكثر شيء من سوبرفيشال فيشيا هنا هو الفاتي لاير، لانه الممبرينس لاير هنا اختفت. اصبع واحد جوا الانجوينال ليجمنت يختفي تحت ويا الديفيشيا. الكونتنت، فيمورال نيرف and its branches, femoral sheath, femoral artery and its branches, femoral vein and its tributaries are the deep inguinal lymph node. تذكروا احنا الديب انجوينال ليمف نود قلناها هي واقعه على الميديال اسبيكت اوف ذا فيمورال فين، وطبعا هي هاي الكونتنت. باللون الاخضر هو الفيمورال نيرف، فيمورال ارتري، فيمورال فين، الديب انجوينال ليمف نود. هاي هذا الديب انجوينال ليمف نود، هذا هو الفيمورال فين، هذا الفيمورال ارتري، وباللون الاخضر هو الفيمورال نيرف. وطبعا هذا اللون الاسود، هيك الخط الاسود، هذا فيمورال شيث اللي هي لاير اوف ذا فيشيا، راح ناخذها بالتفصيل بهاي المحاضره ان شاء الله. نعيد الكونتنت اوف ذا فيمورال تراينجل. فيمورال نيرف، femoral sheath, femoral artery and its branches, femoral vein and its tributaries are the deep inguinal lymph node. خلصنا femoral triangle، نجي على canal اسمها adductor canal أو subsartorial canal. It is
an intramuscular cleft situated on the medial aspect of the middle third of the thigh below beneath sartorius muscle. الادكتر كانال هي عبارة عن نفق cleft نفق موجود بالميدل ثيرد اوف ذا ثاي بنص الفخذ على الميديال اسبكت. سموها سبسارتوريال كانال لانه تقع بنيث ذا سارتوريوس مسل. سارتوريوس وين سمعناها سابقا؟ اللي هي اللاترال باوندري اوف ذا فيمورال تراينجل، فلذلك اسمها هي سبسارتوريال كانال. يعني لما نجي على هاي الصوره هي عباره عن كليفت نفق بنص العضلات انترا موسكولار كليفت على الميديال اسبكت بالميدل ثيرد. اوكي نعيد تعريفها. It is an intramuscular cleft situated on the medial aspect of the middle third of the thigh below beneath the sartorius muscle. منين يبدي هذا النفق؟ تبدي كل نفق بالعالم ببداية بنهاية. سمن تمشون بالسيارة وتفوتون نفق، مو فتنا بفلان مكان طلعنا بفلان مكان. نفس الشيء هذا intramuscular cleft، نفق داخل العضلات داير مدار العضلات. It starts above with the apex of the femoral triangle. It ends below at the opening in the adductor magnus muscle. نشوف هاي الصورة. هذا هو الفيمورال تراينجل اللي جاي أشر عليه أنا بالمؤشر. هذا الأبكس القمة مالته. من القمة مالته يبدي لي الأدكتر كنال، هذا اللون الأخضر في مرة ترينجل، هنا الأخضر الفاتح بدالي الأدكتر كنال أو السبسارتوريال كنال. هاي طبعا هي السارتوريوس مصل وجواها صار الكنال. شوف حتى لونها صار فاتح معناته أكو قدام عضلة غطته. فهو يبدي من الأبكس of the femoral triangle وينتهي فتحة، هاي الفتحة موجودة بعضلة اسمها الدكتر ماغنس، ناخذها بالتفصيل إن شاء الله من نوصل للدكتر ماغنس. هاي الفتحة هي الدكتر هيتس، هيتس معناته قابة أو فتحة. فهو يبدي من الأبكس of the femoral triangle وينتهي بالدكتر هيتس اللي هي قابة بالفيمورال بالدكتر ماغنس مصل. وهذا طبعا رسم ثاني يبين لي إياها، هو هذا الدكتر كنال يبدي لي من الأبكس of the femoral triangle وينتهي بالفتحة بالأدكتر ماغنس مصل. فإذن it is a start above with the apex of the femoral triangle and it ends below at the opening in the adductor magnus muscle، يسموها الأدكتر هياتس. In a cross section لما أجيب سكشن أقطعها cross section it is a triangular in shape. طبعا كل triangle has three walls. Anteromedial wall it is formed by sartorius muscle and fascia. Posterior wall it is formed by adductor longus and adductor magnus muscle. Lateral wall it is formed by vastus medialis muscle. نجي نشوف هسه هنا بالكروس سكشن هي على شكل مثلث. Medially by sartorius muscle and fascia. Posteriorly by two muscles, adductor longus and adductor magnus. Laterally by vastus medialis muscle. طبعا هاي العضلات راح ناخذها ان شاء الله كلها بالتفصيل من نوصلها، فلذلك اريد عندكم هسه تحفظوا لي اياها ومن نوصل عليها نعيدها اذكركم بها ان شاء الله. فنعيدها in a cross section it is a triangular in shape has three walls. Anteromedial wall formed by sartorius muscle and fascia. Posterior wall formed by the adductor longus and magnus muscle. Lateral wall formed by vastus medialis muscle. شنو الكونتنت؟ Terminal part of the femoral artery. Femoral vein. Deep lymphatic vessels. Saphenous nerve. Nerve to vastus medialis and terminal part of the obturator nerve. طبعا هذا سلس شوفوا هنا أنا هاي الرسم توضيحي اللي هو يمثل لي الكونتنت اللي هو نهاية femoral artery, femoral vein, lymphatic vessels, nerve to vastus medialis, saphenous vein and terminal part of the obturator nerve. نباع هاي الصورة cross section in the middle third of the thigh وهذا هو
الكليفت أو الدكتر كنال أو السب سارتوريال كنال. انتروميديال باي سارتوريوس مصل. بوستيريورلي الباوندريز مالتها باي الدكتر لونغس الدكتر ماغنس. طبعا هاي الدكتر ماغنس مصل. لاترالي باي فاستس ميدياليس مصل. هاي الكونتنت بيها الفيمورال فين، فيمورال ارتري، سافينس نيرف and nerve to vastus medialis muscle. طبعا هاي هي اللون الاخضر، هي الديب فيشيا، وجاي يشوفون هذا من فوق بالديب سوبرفيشيال فيشيا موجود لجريت سافينس فين مبين هنا. هاي صورة ثانية تبين لي الميدل ثيرد من يصير بيها دايسكشن، هاي النفق هي الادكتر كانال، هاي سارتوريوس مصل ساح بيها، وهاي الفاستس ميديال ساح بيها اللي يتمثل اللاترال باوندري، وهذا يمثل لي الانتروميديال باوندريز، وهذا هي الادكتر كانال، وهذا هو الفيمورال فيسلز الفين والارتري اللي يمشون بالادكتر كانال. فيمورال شيث، وين سمعنا بكلمة فيمورال شيث؟ بالكونتنت of the femoral triangle ذكرنا انه في شيء اسمه femoral sheath. شنو femoral sheath؟ It is a downward protrusion of the facial envelope of the abdominal wall into the thigh. فهو عبارة عن امتداد من بعض الفيشي، protrusion يعني امتداد، facial envelope of the abdominal wall into the thigh. It surrounds the femoral vessels and lymphatics 1 inch below the inguinal ligament. هذا هو الانجوينال ليجمنت، هذا هي الفيشال انفلوب اوف ذا ابدومين. بمنطقه راح ينزل لي فيش داون وند بروتروجن، يطلع لي يتهدل تحت الانجوينال ليجمنت، يحاوط لي الفيمورال ارتري، فيمورال فين، الليمفاتيك فيسلز 1 انش بيلو the inguinal ligament ويختفي يوقف. هذا هو الفيشيال انفلوب اللي احنا سميناه الفيمورال شيث، فهو يحاوط لي الفيمورال ارتري، فيمورال فين، الفيمورال لمفاتكس، بس ما الى علاقة بالفيمورال نيرف. اعيد تعريفه، It is a downward protrusion of the facial envelopes of the abdominal wall to the thigh. It surrounds the femoral vessels, lymphatics, 1 inch below the inguinal ligament. The femoral sheath is divided by fibrous septa. فواصل ليفيه، septum يعني فاصل، septa جمع septum. Into 3 compartments. Lateral compartment occupied by the femoral artery. Intermediate compartment occupied يعني يحتلها الفيمورال فين، and medial compartment occupied by the lymphatic vessels. هاي هي 2 septum، هذا septum وهذا septum، وقسم ليها الى 3 حيزات 3 compartment. The lateral compartment occupied by the femoral artery، هذا اللون الاحمر. Intermediate compartment occupied by the femoral vein، هذا اللون الازرق. واللاترال كومبارتمنت اوكيوبايد باي ذا فيمورال ابايب ذا لمفاتيك فيسلز باللون الاخضر. ومثل ما تشوفون بهاي الصوره الثانيه، هذا اللون الابيض هو داونورد بروتروجن اوف ذا فيمورال اوف ذا ابدومينال انفلوبس بيلو ذا انجوينال ليجمنت، هذا هو اللون الابيض هو الفيمورال شيث. لاترال اسبكت مالته فيمورال ارتري، انت بالنص هو فيمورال فين، وهذا اللون الاخضر هي الليمفاتكس. وتلاحظون انه هنا طوله هو مو نفس الطول، مثل هنا هاي هو ال 1 انش بلو ذا انجوينال ليجمنت، بينما هنا يكون اكثر من اللاترال اسبكت، وهسه راح نشوفه بتكمله المحاضره. هاي عاده للصوره، هذا هو الفيمورال شيث اف اس يعني فيمورال شيث. شوفوا الفيمورال نيرف ما له علاقه، طالع على صفحه ما محتوى. lateral compartment مالته by femoral artery، intermediate compartment مالته by femoral vein،
and the medial compartment اللي هو يحتوي لي على الليمفاتكس. الفيمورال كانال, it is a small medial compartment of the femoral sheath for the passages of the lymphatic vessels. It is about نص inch, 1.3 سنتيمتر. يعني شوفوا هسه هنا هذا lateral compartment, عفوا medial compartment اللي يحتوي الفيمورال lymphatics, هذا سمينا الفيمورال كانال, وهذا نص inch below the inguinal ligament, مو مثل هنا 1 inch below the inguinal ligament. It is the small medial compartment of the femoral sheath for the lymphatic vessels, which is about نص inch 1.3 سنتيمتر below the inguinal ligament. Femoral ring, it is the upper opening of the femoral canal. هاي ال upper opening هيانها of the femoral canal, سميناها femoral ring. الصورة مالتها الأوضح هسه نشوفها شباب, هاي هي, هاي هي الفيمورال كانال, الأبر بوردر مالتها سميناها الفيمورال رينج, اللي هي الميديال كومبارتمنت اوف ذا فيمورال شيث سميناها الفيمورال كانال. عن مود لا نخربط, أخذنا لحد الآن فيمورال تراينجل وأدكتر كانال, فيمورال شيث وفيمورال كانال وليس فيمورال تراينجل. هاي الصورة شوفوا شباب, هاي الفيمورال كانال. مرات هاي الفيمورال كانال يحتوي على الليمفاتيك فيسلز, مو مثل الفيمورال فين, شوفوا موجود الفيمورال ارتري موجود. هاي طبعا هي الميديا لاترال كومبارتمنت مال الفيمورال شيث, هذا هو الانترميديت كومبارتمنت, هاي الليمفاتيك فيسلز فمو محتويها مثل ذولا, ذولا محتويين اكثر. فمرات تدخل الباولز من خلال الفيمورال كانال أو الرينج والكنال, يصير عندي هيرني أو فتك يسموها الفيمورال هيرني. هاي واحدة من الكلينيكال كونديشن, ممكن يصير عندي ويكنس بهاي الاريا. The boundaries of the femoral ring, اللي هي الأبر بارت, anteriorly by the inguinal ligament, posteriorly by the superior ramus of the pubis, medially by the lacunar ligament, and laterally by the femoral vein. هاي هي الباوندريز اللي جاي يشوفوها, اللون الأصفر هو الفيمورال كانال, اللون الأخضر هو الانجوانال ليجمنت, يمثل لي الباوندريز تكملتها of the femoral ring, anterior by the inguinal ligament, posterior by the superior ramus of the pubis, medially by the lacunar ligament, and laterally by the femoral vein. الفيمورال septa, it is a condensation of the extraperitoneal tissue that closes the femoral ring. هذا extraperitoneal tissue that closes the ring, اللي هو the upper part of the femoral canal, اللي هو the medial canal أو medial compartment of the femoral sheath. هذا extraperitoneal tissue condensation يسموه femoral septa. فإذا أنا عندي femoral sheath وعندي femoral compartment اللي هو lateral compartment يحتوي لي على femoral artery, intermediate compartment يحتوي لي على femoral vein, والmedial compartment يحتوي لي على lymphatic vessels. المedial compartment سميناها femoral canal, الupper opening مالتها سميناها femoral ring, condensation of the extra peritoneal tissue سميناها اللي تسد لي femoral ring سميناها femoral septa. And thank you.